وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع مؤسسة نيو إيجيبت الدولية لدعم مبادرة حياة كريمة من خلال مساهمة ودعم المصريين بالخارج للمبادرة. يهدف البروتوكول البدء في دعم مبادرة فصول حياة كريمة المتنقلة لمحو الأمية الرقمية، بالإضافة للتسويق الرقمي لإنجازات الدولة المصرية من خلال المبادرة، بعرض أفلام تسجيلية عن هذه الإنجازات في محافل تجمعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية. عشان نقدر نخلي ندمج كل جهود مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع مؤسسة نيو إيجيبت، إن احنا نضم علينا كل جهود الجاليات بالخارج خارج مصر، وإن احنا نقدر نساهم في عدد من المحاور زي محو الأمية الرقمية، لأن احنا بنوفر فصول متنقلة عن طريق شاحنات كبيرة هتنزل لقرى الريف المصري، هتعمل على إن هي تقوم بمحو الأمية الرقمية. النهاردة احنا بنفتخر بتوقيع بروتوكول تعاون كمؤسسة نيو إيجيبت في مصر والشرق الأوسط مع مؤسسة حياة كريمة، المبادرة الرئيسية اللي شرفت مصر قدام العالم كله. ويمكن ده أول بروتوكول من نوعه مع حياة كريمة، لأنه بيمثل في طرف المصريين في الخارج والطرف الآخر مؤسسة حياة كريمة من داخل مصر. فيمكن ده رسالة وهدف مهم جدا احنا بنسعى له، أن أولادنا المصريين اللي في الخارج يكونوا إيديهم بإيدينا جوه مصر، إيديهم بإيدينا في الحلم اللي بيتحقق على أرض مصر. نطلق هذا التعاون بشكل أفضل بحيث أن إحنا نبتدي ننفذ على الأرض، شغالين في العديد من المشروعات، منها فصول حياة كريمة المتنقلة لمحو الأمية الرقمية اللي هيتم تدشينها إن شاء الله في العام المقبل 2023. هدف الفصول حياة كريمة المتنقلة أنها بتوفر فكرة النشر الثقافة الرقمية داخل جميع كرة جمهورية مصر العربية الأكثر احتياجا، وإزاي نحن بننشر الثقافة الرقمية دي. جزء مهم جدا منها أيضا هو التثقيف الرقمي والشمول المالي، وايضا ده بيعتبر بيخدم على شق التمكين الاقتصادي، ازاي المواطنين يقدروا يسوقوا لمنتجاتهم داخل الكره الاكثر احتياجا.